من هذه الكرة. زروالي تبادل الكرة ويجميل سكتيوي والدفاع عن طريق كريستانافال. كريستانافال و سيلفاستر يشكلان ثنائي قوي في الدفاع. سهلة مباشرة للحارس طارق الجرموني ليشارك لأول مرة في هذه الدورة، حيث كان سبق لها عبد الإله باغي اللي كان أدى مباراة ممتازة. مراوغة جميلة، رجع له الكرة عالية من هنالك ناحية هشام زروالي. سكتيوي راوغ الأول، الثاني، تكبيرة جميلة. وكانت جميلة، جميلة وخطيرة، جميلة من هذا اللاعب قائد الفريق. جميلة من هنالك ناحية هشام زروالي على الجهة اليمنى، خطير، يدخل داخل منطقة الجزاء. ماذا سيفعل؟ خطيرة، خطيرة، خطيرة من هشام زروالي، كان جيدة. محاولة مفاقدة الحارس كان من المفروض يبدو لي انه يمرر، لكن كان ذكي، الفكره كانت جيده، لكن من حسن الحظ هشام الزروالي الحارس كان في المكان المناسب. مراوغه جميله، كسر قامته سمحت له انه يمر امام هذا المدافع رقم ثلاثه في الوقت اللي كان احد زملائه ينتظر تمرير الكره. محاوله كبيره امامه ريبيار. سكيتيوي، سكيتيوي راوغ الاول ويسدد بقوه جميله، كانت جميله ورائعه من سكيتيوي، محاوله فرديه رائعه من سكيتيوي، ويبدو لي ركنية، لكن الحكم يقول 5 أمتار و50. سكيتي ويكي بيب على الريبيات، مراوغة جسمانية جيدة وتسديدة قوية مباشرة ترتطم بالعارضة. قلت بالعارضة، يعني يبدو لي من شدة سرعتها كنت نظن الكرة لمست يد الحارس لاكي. ساقط عالية من هنالك، والحارس في المكان المناسب بهدوء، بهدوء. طارق الجرموني ربما اللي يكتشفوه في هذه المباراة. وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين يعلن الحكم على نهاية المرحلة الأولى بنتيجة تعادل 0-0. نتمنى أن نشاهد شوط ثاني أجمل من هذا. حتى ألقاكم إن شاء الله، أعود إلى زميلين مصطفى رغا وعيسى. نهاية المباراة بالتعادل هذه مصطفى، فقط ربما قانون البطولة هذه يقول أن نمر مباشرة إلى ضربات الجزاء. إذا مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. النتيجة كما قالها مصطفى وعلي وكما تابعناها، تعادل 0-0. هذا هو حكم هذه المباراة محمد الكزاز، حكم رئيسي بمساعدة عبد العزيز الذهبي، وكذا عبد المجيد الجديوي. المنتخب المغربي كنا وكما قال الزملاء في التحليل أدى يا شوط أول رائع، نتمنى أن يدوم ذلك طيلة المرحلة الثانية، وذلك كما قلت لمشاهدة ربما منتخب عربي ثاني يحرز هذه البطولة، بطولة الجيب بعد تونس. الكرة الآن فرنسية وانطلاق على الجهة اليمنى. ريفيير، ريفيير والدفاع، محاولة الدخول أمامه من هنالك بي. محاولة اختراق، ما فيش تسلل، كانت خطيرة. أخطر هجمة لصالح المنتخب الفرنسي، أخطر هجمة لصالح المنتخب الفرنسي عن طريق هذا اللاعب الخطير. كانت كورة بينية، بحسن الحظ نشوف ريفيير كيف مرر هذه الكرة البينية إلى موليدا، تشكل خطورة خاصة إذا في وجود المهاجمين. ولقطة خطيرة من ولاية ناحية موليدا، يدخل داخل منطقة الجزاء، ماذا سيفعل؟ خطيرة، خطيرة، يقول الحكم ضربة جزاء، والحكم يقول ضربة جزاء وإنذار على بوريساي. الحكم يقول ضربة جزاء في وقت صعب، في وقت صعب، نتابع بشكل جيد. الحكم يعلن عن ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح المنتخب الفرنسي في هذا الظرف بالذات. ضربة جزاء، ضربة جزاء، يتولى تنفيذها هو نفس اللاعب موليدا، موليدا، وهذا بعد مرور حوالي 20 دقيقة من اللعب. وجه لوجه موليدا، ماذا سيفعل؟ ويسجل بسهولة، يسجل بسهولة، هدف مقابل لا شيء، هدفان سجلهما هذا اللاعب موليدا، ويقوم بتحية الجماهير. كانت لقطة خطيرة وسريعة على الجهة اليمنى،
قاد هذا اللاعب وبذكاء يسجل ضربة جزاء مقابل صفر. ماذا يمكن ان يفعل اللاعبون المغاربة في هذه الظروف الصعبة لهذه اللحظات؟ يخرج سعد عبد الفتاح. بوشعيب البطاش. في هذه اللحظات ومحاولة تسديد ناحية ستيمي ما توصلش الكرة. اي 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 كانت كرة جميلة وتبادل كروي في اتجاه سلوان بن عبد الفلاح. خطيرة والعارضة. خطيرة والعارضة. ربما ثاني اخطر فرصة لهذا اللاعب. ثاني اخطر لقطة لهذا اللاعب ليتأسف طارق السكتيوي. يتأسف. نتابع بشكل جيد. توصل الكرة في طبق من ذهب. السكتيوي سدد ربما في نفس المكان. من 50,000 متفرج وبالفعل يخرج نور الدين قاسمي. نور الدين قاسمي ويخلفه جواد بونابات. يدخل لاعب رضوان. بطبيعة الحال ومن هذا شيء شرعي الطموح يحذو اللاعبين في البحث عن هدف تعادل ولما لا كل شيء ممكن خاصة نتيجة هدف مقابل صفر. جميلة هذه اللقطة. الهدف والهدف جميلة والهدف والهدف. ويبدو لي الحكم رفع شيء ويقول شيء. ماذا يقول الحكم؟ جميلة. جميلة وشاهد بشكل جيد. ما فيها ولا شيء لكن لست ادري الحكم ماذا يقول. نتابع الوردي ماذا يفعل ومباشرة ما فيها ولا شيء هذه اللقطة ما دام ان الكرة لكن يبدو لي ان الحكم قال شيء. الحكم يرفض ليبعث المباراة من جديد وبنتيجتها التي نعرفها هدف مقابل صفر لصالح المنتخب الفرنسي. سكيتيوي تسديدة قوية والحارس في المكان المناسب. إرادة كبيرة عند اللاعبين. شفت انا هذا اللاعب لمسة يد يبدو لي لكن الحكم لم يقول شيء. المهم تواصل اللعب. جميلة هذه ممتازة نعيب وسابورا. خطيرة خطيرة. ضغط ضغط مركز على الحارس. لاكي ما فيش حظ اليوم ربما في شيء من التسرع. نتابع إخماد الكرة بالصدر وبالرجل اليسرى. ربما لو اعتهد عليه. لاعب ممتاز هذا. تسديدة قوية تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من مسكها وفي الأخير يعلن الحكم أعزائي المشاهدين عن نهاية هذه المباراة بفوز المنتخب الفرنسي بلقب دورة الجي لهذا العام بعد فوز كل من تونس والمجر والكل في الواقع يلوم الحكم على رفضه وهدف تعادل. اذا اعزائي المشاهدين نعود مباشرة الى زميلين مصطفى لقا وعلي صفا لتحليل مجريات هذه المباراة. تفضل مصطفى.